استجابة للخطابات الملكية الداعية للمساعدة الاجتماعية وترسيخا لسياسة القرب وانسجاما مع دور جمعية كفاءات مواطنة في النهوض في الإسهام للنهوض بالجوانب التنموية والتي تضع في أول اهتماماتها الإنسان خصوصا الجانب الصحي. احنا اليوم في جماعة عين قدح كنظموا هذه القافلة الطبية اللي كتضم تقريبا 15 طبيب متخصص وممرضين وأطباء متدربين من جميع التخصصات. الهدف من هذه القافلة الطبية هو التحسيس بخطر بعض الأمراض الفتاكة والكشف عن الأمراض أمراض من مختلف التخصصات الجهاز الهضمي أمراض المفاصل والعظام طب النساء والتوليد. من هذا المنبر كنشكر كل واحد خرج هذه القافلة لأرضية الواقع وساهم معنا ماديا أو معنويا ولو بفكرة. الشكر والتقدير للسيد العامل السلطات في شخص السيد العامل، الشكر لرئيس الجامعة المندوبية الصحة للجمعية الخيرية الإسلامية اللي ما بخلاتش علينا ومدتنا بمجموعة من الأدوية وممرضات، والشكر والتقدير للمتطوعين اللي عبروا على الحس ديالهم الإنساني في إطار هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لمساعدة الطبقة الهشة. نظمت جمعية كفاءات مواطنة للتنمية التي تحتوي على أزيد من 17 طبيب في جميع الاختصاصات مع كل من جهة فاس مكناس قافلة طبية. وضعت رهن إشارة ساكنة إقليم تونانت وجماعة عين قدح الذي استفاد منها أزيد من 1500 شخص أغلبهم من الأسر الفقيرة في وضعية هشة. ونظمت هذه القافلة التي تتجلى في عدة اختصاصات ككشف سرطان الثدي وقياس نبضات القلب وداء المفاصل وعدة أمراض أخرى، كما تم توزيع عدة أدوية للمحتاجين. ومن هذا المنبر أشكر جميع مكونات التي ساهم في إنجاح هذه القافلة من سلطات محلية وغير ذلك، وعلى رأسها السيد عامل إقليم ورئيس جماعة عين قدح الذي وفروا لنا جميع الظروف الملائمة لإنجاح هذه القافلة، وشكرا. الهدف الأساسي عندنا حددنا في مجموعة النقاط: تشخيص سرطان عنق الرحم، تشخيص سرطان الثدي، مراقبة الحمل والفحوصات بالنسبة للنساء والرجال كيتجاوزوا 50 سنة مع تشخيص شبه كلي بالنسبة لهم ما يخص ارتفاع الضغط وداء السكري. وبطبيعة الحال هذه العملية كلها كتندرج في إطار محاربة الهشاشة اللي كتعاني منها مجموعة المناطق في البلاد ديالنا وكتكون محرومة في بعض الأحيان من الجانب ديال الصحي. دونك هادي وكتجي مع الفتره ما قبل البرد اللي كتعرف واحد بروز واحد العدد الامراض. وحاولنا بطبيعه الحال مساعده مندوبيه وزاره الصحه بتنسيق تشاركي مع الجمعيه الخيريه الاسلاميه الفاسيه مع السلطات خصوصا السيد العامل اللي سهلونا مجموعه ديال الظروف العمل، والحمد لله الامور كلها مرات في ظروف جيده وتم فحص واحد العدد هائل بفضل تواجد فريق 15 طبيب وما يفوق 10 ممرضات اللي قمنا بواحد العمل جبار. كنتمنوا الله سبحانه وتعالى يكون راق الاعجاب ديال السكينه ووفر لهم واحد القدر من تحقيق واحد النقص اللي كيعانيو منه في الجانب الصحي. شكرا خاص لجلاله الملك لحقاش عطانا هذه القافله الطبيه اللي كتمكن جميع بزاف ديال الناس اللي هما مرضين وعندهم مرض مزمن انهم ما يقدروش يمشيو للطبيب. هذه القافله الطبيه هي سهلت عليهم الامر بزاف حيت كل واحد يقدر يعرف شنو هو المرض ديالو ويعطيوه الدواء. وشكرا بزاف لجمعيه كفاءات مواطنه للتنميه وشكرا خاص لجميع السلطات التشريعيه المحليه وشكرا بزاف. شوف فاس هو عنوان صفحتنا على الفيسبوك تويتر ويوتيوب. مرحبا بارائكم انتقاداتكم وحتى الملاحظات ديالكم.